محمد كنج رئيس قسم التقديرات السطحية بمصلحة الأرصاد الجوية بينضم لنا ليدعنا بتفاصيل طقسنا للساعات المقبلة. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور، يعطيكم العافية. ميرسي. يعني بونجورين. بتعرف هلا ايام امتحانات بدها تبلش. بقى قال طالب حتى اشعار اخر ما تامن عشية. لا 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 قال طالب بقاعه الامتحان ما عرف يحل ولا سؤال صح. يعني لازم يكتبوا عليه او صح او خطا او خطا. طلع 25 يعني 250 ليره من جيبته، صار يعمل طره نقشه يحط كل جواب هيك او هيك. المراقب عم يتفرج عليه بس ساكت، ما قال له شيء. خلص ضب ال 250 بجيبته، كمل باقي الاسئله. بعد شوي طلع ال 250 رجع رميها طره ونقشه. اجى المراقب قال له شو عم تعمل هلا؟ قال له عم راجع الاجوبه. لا يا طقس كلها بتكون ايه اكيد على الاجوبه كلها مره واحده. جرب حظك استاذ محمد. طقسنا للساعات المقبله بالنسبه لطقس، مع طقس فينا نحكي عن طقس صيفي، درجات حراره تحت معدلاتها، نعم، رطوبة بعد ما اعتدلي على الساحل، وهيدا الطقس مرافقنا لنهاية الأسبوع، يعني حتى نهاية الأسبوع طقس كثير مستقر. درجات الحرارة تحت المعدلات شوي خاصة القصوى على الساحل، وفي عنا بالداخل انخفاض طفيف. الأرجح تبلش ترتفع من بداية تموز، يعني 2-3 تموز، نهار الاثنين الجاي تبلش تطلع شوي الحرارة، بدها تلتحق بالمعدلات أول شهر تموز. هلا بالنسبة لليوم الحرارة على الساحل بين 20 و 31 درجة، بيروت ما عم تتجاوز 28 درجة. هلا يمكن نعرض شوية صور عن مشاركة لبنان ب اي شفناها من شوي، رح نرجع نشوفها، الفيضانات الفجائية اللي صار بسكوبيا عاصمة مقدونيا الشمالية. وبالنسبة لدرجات الحرارة على الجبال من 16 ل 25، المناطق الداخلية من 16 ل 30 درجة. الرطوبة اليوم بين 50 و 80%، صباحا عم بتكون بحدود 50% 60% مش أكثر. بيروت هلأ بحدود 55%. وبالنسبة للرياح السطحية جنوبية غربية من 15 ل 30 كيلومتر بالساعة. أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء 25 درجة. ساعة شروق الشمس 5:28 دقيقة، والغروب الساعة 7:53 دقيقة. هيدا بالنسبة لطقسنا. يمكن هلا عم نشوف الصور، مشاركة لبنان، مشاركة وفد لبنان. الوفد تألف من جوسلين أبو فارس، مدام جوسلين أبو فارس. بعرف لها صوتها لجوسلين، هلا شفناها بالصورة. عندها بحث صوت حلوة لجوسلين، تحياتنا لها. صحيح، هي شاركت بدور المرأة ودعم دور المرأة بالمشاركة بالقرارات وبالوظائف، وتاخذ دورها بالأرصاد الجوية. وهي من الناس الأوائل اللي بلبنان اللي اشتغلوا بالطقس، يعني صاروا 150 سنة. 150 سنة المنظمة، صار 150 سنة منظمة. وهون عم نشوف دور لبنان، عرض تجربته الناجحة بالحد من الأنباء الكاذبة وبناء الثقة مع المواطنين عبر تلفزيون الأو تي في والثقة التلفزيون الوطني. نعم تفضل. ونحن بس بدنا نضوي على شغله. اليوم نحن ب 27 الشهر، نحن عرضنا يمكن بالصور قطعت تجربه لبنان ب 25 حزيران الماضي. صار في فيضانات فجائيه بمدينه طرابلس، صحيح، بس خلال ساعتين بحدود ال 66 ملم، و 66 ملم بشهر حزيران بيعادلوا 66 مرة معدل شهر حزيران كله. نحن بعادة بحزيران ما عندنا أمطار، صحيح، صيف، وهيدا الشيء اللي عم بيصير، يعني عم بيعكس التغير المناخي. يعني حتى حادثة راس بعلبة كانت بحزيران، هي كانت 100% إيه إيه من كم سنة، صح، وسقط ضحية وقتها، صح، راح ضحية، صحيح، سيدة، صح، يعني للأسف. نحن عم نضوي، عم بيصير في تغيرات مناخيه، هيدي التغيرات المناخيه عم تخلي النمط تساقط الامطار يتغير،
أكيد. وما عم يتساقط بوقته يعني بكميات أكبر من المفروض صحيح. تكون صحيح. هيدي السنة بالربيع يعني الحمد لله بآخر الربيع صار قطاعات أمطار كمان غزيرة بجنوب لبنان. وهيدي التغيرات يعني بتهدد الأمن الغذائي صراحة وممتلكات الناس. يعني نحن ما بدنا ننسى كمان حتى بجوني 29 الثاني ايه شو اللي صار؟ كمية امطار غزيرة عنيفة بتسقطت فترة قصيرة يعني غمرت السيارات والمنازل البنى التحتية ما قدرت تتحملها يعني صحيح ولا حتى البنى التحتية ما تحملت وهيدي من يمكن من الظواهر المتطرفة اللي عم بتزيد. نعم. فمشاركة لبنان بهيدي المؤتمرات والاطلاع على اخر التقنيات للانذار المبكر كانت شغلة ضرورية والوزارة يعني ما عم بتأثر وين في اي ندوة او اي مشاركة لوقت لبنان عم الحمد لله يعني بدون اي تكلفه اكيد على حساب الجهه الداعيه هيك صار الدرجه هلا هلا هيك درجه في سفره معزومين عليها بيروح هلا ما بتدفع الا السفره الجايه لوين هلا ما في بس مصيف بلبنان لا شوف كرم الدول مصيف بلبنان نعم مصيف بلبنان أكيد ما في أحلى وسهلا أهلا وسهلا شكرا لك أستاذ محمد رئيس قسم ويعطيكم ألف عافية شكرا لك رئيس قسم التقديرات السطحية بمصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت.